السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قناة اخترنا لك. وده فيديو جديد، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، حيث يمكن للطلاب الاستعلام على النتيجة من خلال الرابط التالي. وأعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها صفات خاصة، حيث تعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى حوالي 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات من صناعي وزراعي وتجاري وفندقي، ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات و5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة، حيث أن يوجد هناك الدراسة النظامية ودراسة نظام التعليم المزدوج ودراسة نظام الإعداد المهني وكذلك دراسة على نظام العمال. وأعلن مجاهد أن سمات النتيجة كالآتي: نظام ال5 سنوات حضر 18,757 طالب بنسبة نجاح 80.84% من 100، بانخفاض عن العام الماضي مقداره 3.54% في 100. ونظام ال3 سنوات حضر 662,036 طالب بنسبة نجاح 69.35%. ونظام ال3 سنوات التعليم والتدريب المزدوج حضر 18,792 طالب بنسبة نجاح 85.2%. ونظام ال3 سنوات برامج متطورة وفق منهجية الجدارات حضر 21,298 طالب بنسبة نجاح 86.36%. ونظام ال3 سنوات تكنولوجيا تطبيقية حضر 1,312 طالب بنسبة نجاح 70.73%. ونظام ال3 سنوات إعداد مهني حضر 67,156 طالب بنسبة نجاح 44.61%. وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4,973 طالب بنسبة نجاح 85.46%. وأعلن نائب الوزير للتعليم الفني أن إجمالي الحضور 789,351 طالب، إجمالي الناجحين 539,564 بنسبة نجاح 68.36%. وإجمالي من سيؤدي امتحان الدور الثاني 215,572 طالب بنسبة 27.31%. أما إجمالي الباقين للإعادة فهم حوالي 3,424 طالب بنسبة 4.33%. هذا وقد هنأ الوزير أوائل الطلبة الذين بلغ عددهم 29 طالب، 20 طالبة و9 طلاب من 13 محافظة من محافظة الشرقية والأليوبية والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، القاهرة، البحيرة، كفر الشيخ، غربية، المنوفية، الدقهلية، الوادي الجديد وبورسعيد. ووعد الوزير بتكريمهم قريبا من جانب الوزارة في احتفالية تليق بتفوقهم، وألف مبروك للجميع وحظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.